بقى دلوقتي حضرتك جبت سيرة محمد سامي. هل سنرى الثنائي الرائع محمد سامي ومي في رمضان القادم؟ ده اكيد في حاجه اسمها ايش ايش، ما اعرفش هيعرضوها بقى رمضان. تقديرك ايه بقى للحاله دي؟ بص هي مساله يعني تقديرك لحاله مي ومحمد سامي. محمد سامي بيعمل مسلسل تاني كمان بالمناسبه هيتعرض في رمضان برضه مع مي. لا مش مع مي. لا هو مش هيعمل الخطا ده، هو ده خطا يعني خطا يعني انك انت يعني زي ما وصفه البعض ان محمد سامي الثنائي ده بيصيب الشاشه بالملل او بيؤدي الى لا بص الى بعض الانتقادات الفنيه. بص مؤكد نعمل افوكاتو عمل نجاح تجاري، يعني كان له نسبه مشاهده عاليه على المستوى التجاري، كان على المستوى الفني ما هو هو عمل حاله ملودراميه نجحت مع الناس كويس، انما المشكله مش انك تعمل، هو بيعمل حاجه اسمها ايش ايش بعد نعمل افوكاتو، المفروض مش عارف هتعرض بقى رمضان ولا قبل رمضان ولا يعني دي لا اجزم فيها، انما هو في مشكله، ما انا مش عايزه يعمل الغلطه بتاعه المخرج والزوجه الممثله ويبقى فقط يبقى ده التارجت بتاعه، لا لازم يفتح ابواب عشان هو كمان يتطور وهي يعني هي مي نفسها يجب ان هي تقدم انغام اخرى، انغام دراميه مع مخرجين اخرين لصالحها، وهو كمان عليه انه ما يبقاش الهدفه فقط مي ممثله. طب انت مي عمر مع محمد سامي تديها كم من 10؟ وبره اطار محمد سامي تديها كم من 10؟ بص هو اكتر واحد بيعرف يعزف على اوترها ويضعها في البؤره هو سامي حتى الان، يعني تاخد 10 من 10. كان في مسلسل الفتوه كويس، كانت اتعمل من حوالي 3 سنين مثلا، كانت كويسه فيه يعني كويس. لكن أداء مي عمر ما انا هقول لك هي ما بتخش بطوله مطلقه الا مع سامي، يعني كان اظن كان اخراج حسين المنباوي في توه ده، فما خدتش بطوله مطلقه، هي طموحها البطوله المطلقه، سامي حقق لها ده بس عليه ان هو خلاص ليه في نسل الاغراب ده كان الده. ده كان المسلسل 30 حلقه، ما ده اللي عمل مشكله. مي عمر كانت 26 حلقه لوحدها. لا كانت 31. لا بص هو عليه انه يخرج بره القيد ده، القيد ده زمان وقع فيه محمد فاضل وفردوس، يعني فكره ان انت يبقى كل خيالك انه اقرب الناس اليك هي اللي هتبقى البطله وهي الشخصيه المحوريه، ده هياثر على عمله كمخرج طبعا. ايوه هو عليه انه يفكر مرتين، هو السنه دي واضح انه فكر مرتين بدليل بيعمل مسلسل تاني مش بطولتها. واخد بالك؟ مش بطوله مي عمر، فده معناها ان هو ايقن ان لا لازم افكر ابعد، عارف يراجع نفسه. مش معنى كده ان الواحد ما يقدمش مراته زوجته لو كانت فنانه وموهوبه، مي موهوبه ما اقدرش انكر عنها الموهبه، لكن يجب لصالح الطرفين انها تخرج بره الاطار ده.